صباح الخير، دايرين؟ لاباس عليكم. نهار جديد هذا، نهار كبير عاوتاني اليوم. ما صبحاش حتى الحمد لله، صبح الجو زوين صافا، يعني خرجنا نجريو عاوتاني. بالمناسبه حتى البارحه الاخوان راني جريت، سنيتي الشتا، الشتا قطعات وخرجت كنجري رغم ان شدتني الشتا. مي ما كنتش هز الموبايل لان ما كان عندي لا لايف لا والو. صاحي عندنا اللايف مع الصباح، ستيفان سفيان دشن لينا اللايف، ما عندي ما نقول. عبد الاله العالم اول كومونتير توا دشن اللايف، ما عندي ما نقول. فيرست كومنت عبد المجيد جميل، لا صدقك اخويا، مي بحال بحال هانيه. هشام ظريف صباح الخير، الله يحفظك خويا. مروان ناس ناصرو كائن صباح الخير. احنا عاوتاني في نهار جديد، ندير واحد جوج دقائق نتسناو الاخوان يتجمعوا. مصطفى مساوي مرحبا بك خويا، صباح الخير. صباح الخير وسيم بدر دهاش، مرحبا بك سبيتي. الجاية عندنا الله يحفظك، مرحبا ستيفان سفيان، الله يحفظك ابا ستيفان. احنا خويا احنا طريق حسين، انا حاضر ما عندي نقول. المهم اخاي ستيفان، احنا يوميا فهمتي الكفاح، خاص العام الجاي خاص الكريشات فهمتي، ملي نتلاقاو عاوتاني العام الجاي خاص الكريشات تكون مشات. يوسف سينزو باسيمو خاصك تضرب شي تزويج، لا بصحة خويا تعشى بصحة خويا فهمتي، بصحة تتعشى نتايا. صباح الخير خويا سيمو، شيم على ميني مرحبا. جوناطان سميت سلام خاي سيمو مرحبا. سفيان النصار فهمتي شنو كتبتي ليا. صباح الخير، صباح الخير، تحية من ولاد النوم. شي منطقة هادي اخي في المغرب ما عرفتهاش اخي. التزويجة في الوقت الحالي امبوسيبل اخويا. التزواج ملي كتزوج كتعطي 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 وقتك، وديجا راني مزوج ومطلق بالمناسبة. ملي كتزوج كتخص تعطي وقتك فهمتي للعائلة ديالك كامل، جملة خادين 90%، وملي هادي تزادو عندك الولاد غتعطي 100%. حياتك حياتك كتعطيها لولادك فهمتي. ما يمكنش تسافر، ما يمكنش تدير، ما يمكنش مثلا كاين واحد ليفانت في ميريكان السيمانة الجاية وكادي نجمع الباكطاج نمشي، ما يمكنش بزاف د الحوايج. الواحد ما عندو باقي صغير يتقاتل باقي، ما عندك لا فهمتي. حاول تصنع راسك واحد الريسبونسابيلتي اخرى ديال تخدم. اما ملي تزوج راه ما التلفازه ما تقدرش دير فيها شنو بغيتي. انت تجي شي ولد كيقول لك بابا انا باغي الروز فهمتي. مساج كندير في الصباح فاش كنشعل البيسي كنقلب اللايف ديالك راك سقتي فينا معنى الكلمه تبارك الله عليك والله يحفظك. مرحبا اخويا، مرحبا. ان شاء الله هاد لا بيريود هادي كامله ما حتينا في تايلاند على حقيتاش في لو ديبي ديال المو الجاي غادي ندير واحد السفره نبدا واحد التور دازيانه وشي دراري صحابي. ما حتينا في تايلاند، راه كل صباح ان شاء الله اللايف. وكما قلت الاخوان راه دون تو لي كاد البروفيل هذا غادي نبقى فيه لحد 15 ديسمبر. الله يعاون 15 ديسمبر كل الاخوان اللي بغاو يعرفوا علاش درتو اللايف ديال البارح دوت بزاف مع الشيء بقى نعاود نفس الهضره. 15 ديسمبر ناوي يا اما نسدو يا اما نحاول الناس تستافد منه من هاد اللايفات هادو اللي ديجا دازو. صافي غادي نركز في خدمتي 100%. حاليا فريمون راه ما تيخدش الوقت لاني كنوض مع الصباح كنتمشى ورا في نفس الوقت ديال اللايف، مي في وسط النهار كنبقى كنضرب عليها الطليله مره. دونك هذيك الطليله ما باغيهاش، باغي نركز 100% في خدمتي.
كيفاش كتزيد الانتاجيه ديالك في النهار اخويا. الا نط مع 5 الصباح بحال هكا تكون عندك النهار طويل ماشي تزيد فيه الانتاجيه، ما يبغيش كاع يسالي، غادي تنوض مع 5 الصباح غتمشي تجري، وخا جري وخا جري ثلاثه السوايع ثلاثه السوايع هي اللي كنحاول نبقى خارج من الدار. بالمناسبه ديما كنقلب على نبقى خارج من الدار، لان فهمتي الدار كتعني الراحه، خاص ديما تخلي الدار كتعني لك الراحه والخمول. الدار كتخليها باش تستريح، هادشي علاش خاص دير الدار شي حاجه اخرى ما عرفتش. الا نط مع 5 الصباح نهار راه طويل، راه ما دير فيه باش ترفع فيه الانتاجيه، دير فيه العجب تجيب شي عيسان، دير فيه كاع داكشي اللي بغيتي تقضي. وحاجه اخرى هي ما تبقاش ما نكونش في الدار، كنمشي لواحد الكووركينغ سبيس، مجموعه الناس اللي خدموا كمجموعات كتقلب على كووركينغ سبيس او سي او ووركينغ عربيه كي كتكتب ووركينغ في كازا يقدر كاين، في كازا كاين، في مدينة أخرى الله أعلم، مي إلا لقيتي الناس كاملة خدامة تنتظر تخدم، لقيتي الناس كاملة ناعسة تنتظر تنعس، مشيت شي ووركينغ سبيس وكتلقى أكثر من 100 واحد خاشي عيني في الشاشة، خاشي عيني في ليكرون خدام، تنت كتخدم. اون جينيرال فهمتي الدراري صحاب وداكشي المعارف اللي كدير تمايا كيكونوا حتى هما خدامين. هو الريح واخو راه الريح مجد هنايا، مي انا غادي نحاول نبرد بزاف خويا خويا. ما عرفتش الاخوان غادي نحاول غير غادي نحاول، اما هو ما يمكنش تحيد الريح، لان ما غادي نحاول نشوف نقرب ليا الصوت ديال البرده خايمه كنسمعو والو. والاخوان الا غادي نحاول غادي ندير يدي على الجهه ديال الميكرو، البرد كيخسر الصوت. اخويا ما كاينش شي وسيله باش نحيدو، كاينش كيفاش شي وسيله باش نحيدو هاد الصوت ديال البرد. اجي نضرب الدوره ونرجع. يقدر هكا يقدر هكا صافا دابا مزيان، ما عندي ما نقول، و مع تيسر الله يكمل بحال هكا. المهم اللي كتمشي لشي كووركينغ سبيس كتخدم، والدار حتى هي راه عندي فيها بيرو، هو مناش البارح كنت داير اللايف كاين فيها البيرو، مي راه الا بغيت نطلع على شي خدمه كي دايره واسم جمع، راه الا بقيت لا خدمت تما ساعتين فهمتي، سي ساعتين تجي ديك القضيه ديال بحال تيجيك. اجي نمشي نتفرج في لان في الدار كلشي قريب ليك، اجي نتفرج في التلفاز، اجي نمشي نطلع على الثلاجه، اجي نمشي نهز داكشي في الثلاجه ونمشي نهز الفوتويات في المراحل، ولا عرف شي اجي نمشي نهز هاد البيسي هذا ونمشي للناموسيه صافي. تما فين تكمل كاع صافي، تقول عرفتي دابا راه الله تخديت راه بان ليا نتكاي واحد الساعه مشيت مشى النار تخرمز البروغرام كامل، غادي تولي ضرب الفيقه في الليل خسر كلشي. هادشي اللي نقول لك اخويا، فيق مع 5 الصباح نهار طويل، في الليل الا سولتي راسك شنو كتبقى كدير بالليل راه تلقى ما كدير والو ولا كتخدم فريمون، ولكن حاول انك تنوض بالصباح بكري، الا نطي بالصباح بكري راه كيولي عندك النهار فريمون عطى الله فيه ما يبدا. الصوت هو هذاك صافي مزيان، ما عندي ما نقول اخويا. الاخوان طلعت بلي الاسئله كيتعاودوا بزاف فهمتي، يعني تنلقى شي اسئله جاوبت عليهم في شي لايف اخر كيتعاودوا في هذا اللايف وتيبقى داكشي كيتعاود بزاف. واحد الاخ سولني خويا الا بغيت نبدا منين ممكن نبدا، هو السؤال جاوبت عليه مره وجوج وثلاثه، وحاول اخويا ترجع اللايفات اللي فاتوا راه جاوبت عليه اكثر من مره. خويا سيمو دير لنا دورات في لي دومين اخرين من غير السي بي ا، ولا نصحنا بشي سيت اللي يمكن لينا ناخذو منه دورات مزيانه. جاوبني خويا دير لينا دورات من غير السي بي ا، انا تنشارك داكشي اللي كنفهم فيه وكندوي في داكشي اللي كنفهم فيه مزيان،
كنفهم في السي بي ا بارطاجيش معاك السي بي ا، بغيتي تخدم السي بي ا والاخوان اللي كيقول لك بغينا دورات، محتاج انت بحياتك محتاج دوره وحده في تخصص واحد، محتاج دورات، محتاج دوره وحده ديال السي بي ا مزيانه اللي تشد تطبق داكشي اللي فاهم، محتاج دوره وحده ديال الريسكين مزيانه اللي تشد تطبق داكشي اللي فاهم. الاخوان اللي تيقول لك هذيك بغينا درتي لنا دوره في السي بي ا بغينا دوره اخرى فريمون فهمتي، فريمون هاد الناس هادو هما اللي تتلقى مثلا دوك الناس اللي تيبيعوا الدورات كياكلوا معاهم فلوس، تيبيع عليه دوره في دوره في دوره في دوره في دوره وهو جامي ما يجي عيق وجامي ما يجي فيق، والمشكل ديما تيقول هو راه في الدوره وغادي، والمشكل ما تحاولش هو ديما تيبعد واحد اللومه يلوم هي راسو، حاول تلوم راسك راه المشكل فيك نتايا، كاين لا في الدوره لا في جوج، غادي تريح غادي تخدم غادي تشد داكشي اللي في اي دوره غادي تطبقو، راه شتي واخا نعطيك اللي عطيتك نعطيك اللي عطيتك. وبالمناسبه ملي كنقولوا شي واحد ملي كتسمع مثلا حميد عموما هذه الجمله هذه كنستعملوها هو اللي عاون فلان حتى دار هكاك، ولا السيمو لايف هو اللي عاون فلان وفلان وفلان حتى وصل هكاك، لا هذه الجمله هذه هي كنستعملوها، اما هي الحقيقه الاخوان هي ان وخطر تتعيا وخطر تتعيا راه غادي تكون عطيتي لذاك الشخص 10%، هادشي اللي طرتي تعييتي عطيتي 10%، وفين بقات 90% الاخرى ديالو كامله الخدمه ديالو، على حقيقه 90% هي الخدمه ديالو، على حقيقه والله ما خدم لا دار شي حاجه. والاخوان اللي تيبقى تيمشي من دوره لدوره وساكين ايفنت هنا يمشي لي وايفنت هنا يمشي لي، مزيان تمشي لي ايفنت باش تتعلم باش تلاقى مع ناس يعني براين ستورمينغ، العقل ديالك ديك الساعه فاش كيبقاو كيطيحوا الافكار تقول هذا كان دار لي هذه القضيه ولا شي معلومه بسيطه، ديجا انت خدام الريسكين بعدا، ديجا انت خدام الريسكين، لان في ايفنت ما هادشي يشرحوا لك الريسكين كليكي هنا وسير هنا وموديفي هاد لي كونات، ما هادشي يشرحوا لك هادشي، انت خاص تكون ديجا عندك هادشي، وملي غادي تمشي غادي تسمع شي حاجه صغيره ممكن تشكل فكره ديال لابليكاسيون الجايه، ممكن تقلب لك انت ديجا كتربح مثلا 20 دولار في النهار، غادي تقول ولا درت هذا التريك هذا ما عرفتش شنو غادي يطرى، تمشي كدير وكتولي في 100 دولار في النهار، اما تنجلس وغادي نبقى نسول الدوره، ما كاينش شي دوره واخا تسمعها وغادي تخدم تبدا تربح، كلشي هي تمشي تخدم. كيفاش نحافظ على الاستمراريه في العمل رغم الاوضاع الماديه المزريه؟ تسد عليك البيت وتخدم، الاوضاع الماديه المزريه راه تتبان لي مكونيكتي معايا دابا، على حقاش كون كانت عندك الاوضاع الماديه المزريه ما غاديش تلقى عندك سمارت فون وذلك اضعف الايمان باش مكونيكتي معايا دابا، يعني ماشي اوضاع ماديه مزريه، على حقاش اللي عنده اوضاع ماديه مزريه ما غاديش يشري حتى اي سمارت فون فيما كان تلقى عنده، على حقاش كنعرف شي دراري صحابي ولاد الباديه كنمشي كنزورهم وكنشوف الاوضاع المزريه هي شي تليفون ستيم من هذاك اللي فيه ليكرون بيض وكحل فهمتي الكاروات بحال داك السيل ما بقيتش عاقل بحال داك السيل ديال نوكيا 33 ديس، المهم بحال هكا داير ليكرون، هادو هما الاوضاع الماديه المزريه. وعندك انترنت، اللي عنده انترنت راه ما عندوش اوضاع ماديه مزريه، وراك باقي حي راه باقي عندك باش تاكل وتخدم وتعشى، ما تهمش باش مكدتي تخدم باش مبغيتي تخدم تعشى باش مبغيتي تعشى، المهم راك حي المهم راك ما غاديش تموت، دونك مكيناش اوضاع ماديه مزريه، كاين هو خاصك تمشي تخدم، هادشي هو اللي كاين. تنصحنا بشي كتوبه ديال السي بي ا بالانجليزيه خويا، علاش غادي تمشي الكتوبه؟ كما كنقول ديما راه كاين دي فورماسيون في يوتيوب كاين فيديوهات، وزيدون نقول لك الاخ حنا نعاودو فيه عاوتاني، وان راه واخا اي فورماسيون في العالم كتشكل 10% 90% هي تمشي انت تطبق داكشي اللي فيها، على حقاش ملي تبدا تطبق تبدا تتعلم، وملي تبدا تخسر في الكومبين الاولى والثانيه والثالثه تما تبدا تتعلم، من غير هادشي تعلم مثلا تعلم فيسبوك ادز بلا ما تخسر ما يمكنش، ولا تعلم الميديا باينغ بلا ما تخسر ما يمكنش، يعني خاص سوالا بودا تمشي تانفيستي راه ماشي حتى شي انفيستيسمون كبير، راه الا بغيتي تعلم فيسبوك ادز وتولي فيه مزيان غتحط 20 دولار في النهار مدة شهرية 600 دولار دير بحال بغيتي تلوح حتى من الشرجم، مي راه غادي تتعلم من
عندنا بزاف وفي ديك لابيل هضره غادي طيح شي كوبي غادي تربح منها وتتعلم بزاف غادي تتعلم بزاف د الحوايج اللي ما تقولهم لك حتى واحد وما كاينش شي طريقه باش يوريهم لك واخا بغي نوريهم لك ما كاينش شي طريقه باش نوريهم لك ما كاينش شي واحد يوريك فهمتي مع هذا لحليت الكابو ديال الطوموبيله وجلستي كتشوف وجلستي كترون عاد كتعلم اما راه نشرح لك في النظري في السبوره الثانيه الا ما مشيتيش حليت الكابو ديال الطوموبيله وجلستي تشوف هذا هو الباتري هذا هو الموتور هذا هو كذا وجلستي تما خدام او فريمون ما عرفتش شي اخ فات دارها ولا ما دارهاش كاين الاخوان المتطفلين بحالي من صغرو كيكون متطفل كيشوف شي لعبه تيرسها وتيشوف شنو في وسطها انا هذا النوع هذا تنشوف شي لعبه كيشروها ليا كنشوف ما تحرك كنورك على هذا البوطون كزيد لقدام كنورك على هذا البوطون كزيد للور تندلها كشخ باش نفهم شنو كاين في وسطها فهمتي كنجبد تلقى دينامو انا عرفت الدينامو وانا باقي صغير وكنشوف باقي كنورك على هذا البوطون كيدور هكا تندور عليه حيدته من بلاصتو وركبته اي بوحدو مشيت قديت به واحد الباط ما بقيتش باقي طوموبيله قديت به واحد الباط راه شفت ملادي تدخل الفيسبوك تبقى تفنكش غادي يبانوا لك شلا بلانات غادي يبانوا لك شلا عجب فهمت غادي يبانوا لك شلا دخل في وسط منه وعرف شنو فيه السيكليس حياتي كنمشي عنده مره واحده على قبل الموتور ديالي كنمشي عنده كنبقى حاضر كيدير القضيه مره واحده مره اخرى ما كنرجعش عنده نعاود نعقد تاع عنده كنقد تاع راسي موتور ديال الموتور موتور كبيره كدوي على السيلندر ديال 570 فرتتو كامل فرتتو كامل 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 حليتو كامل فهمتي باش نعرف شنو كاين في وسط منه كنسجل ليه في ورقه وفي الاخر عاود جمعتو كامل ومن ديك الساعه استفدت بزاف ديال الحوايج ديال راه ولا هادي طرا شي مشكله ديال نعرف نمشي نقاد الراس دونك ما كاينش شي فورماسيون اللي غادي تقول لك ها اللي كاين ها اللي كاين ها اللي كاين واخا غادي توريك غادي توريك هير اش كنسميوه ان نظار احسن حاجه لو بغيتي تعلم فيسبوك ادز هو تمشي تخدم في فيسبوك ادز تمشي تخدم فيه بغيتي تعلم شنو سي بي ا خاص مثلا بغيتي تعلم سي بي ا بغيتي دير الاشهار اللي زوفر ديال سي بي ا فيسبوك ادز خاصك تمشي تعلم فيسبوك خاصك تمشي تحل فيسبوك ادز ما تجيش تجلس تفرج في شي فورماسيون في التلفازه في الدار عندك تلقى في التلفازه وغادي تشكا في الفوتو وغادي تعلم فيسبوك ادز ما يمكنش بحال اللي قلتي شي واحد بغى يتعلم الميسكولاسيون بيان سور يتعلم النظري ممكن تعلمو في الانترنت ولا في التلفازه ديال الدار وهو ناعس ولكن الا بغى يطلع لي ميسكل ويافونسي في حياته خاصو يمشي يهز خاصو يمشي يتقاتل يمشي يهز الوزن يمشي يهز البو خويا سيمو شي كتاب على السيو خويا بينو بين السيو منين تا شي كتاب نقول لك الاكسبيريونس ديالنا في السيو مؤخرا في السيو لاحظنا بان فهمتي جوجل ولا تيدي بزاف على لي باك لينك كواليتي بخليني باك لينك كواليتي يعني باك لينك من فور بيس باك لينك من شي 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 سيتات معروفين باك لينك من شي سيتات اللي فهمتي عندهم واحد تسمى واحد لوتوريتي كبيره هادشي ممكن هادشي كامل ماشي بيان انا اللي فاهم في الدومين فاهم هنا وهنا وهنا هادشي واحد الاخ مغربي واحد الاخ فلسطيني هما اللي خدام معاهم السيو هما اللي فهمتي السيتات ديال كيزدو لقدام كتسولو بيان سور اجايا اشنو درتي اش درت اش درت اجايا شنو درتي اش درت اش درت ولا كيجي عندي تقول لي اخاي سيمو راه خاص تشوف شي باك لينك في هاد السيت اللي فيهم هاد المعايير هادو وبيان سور انا كنمشي كنقلب فتنات لكن مع واحد صحفي فوربيس والمهم كل مره كنقلبوا على سيت الكبار تلاقاو مع شي صحفي كبير فيهم هذا اخويا السيو الفيري ادفانسد ستاج الاخراني ديال السيو السيو ديال بوستي في لي فوروم بوستي في لي بلوغ داكشي ما عرفتش هذاك العاد ديال السينيو كان كنقول مات ويقدر شي اخ يقول لك باقي خدام ما والله ما عرفتش ما نقول لك لان في البدايه وهادشي كندوي بيان سور على شي كيورد صحيح ما كندويش على الاخ انت مثلا بغيتي تمشي تخدم على ما عرفتش شي كلمه بسيطه ولا شي حاجه راه ما تدوي على شي كيورد صحيح الا رجعتي اللايف ديال البارح والبارح والبارح انا ديما كنعطي دي زيكزامبل ديال دي سيت ديالنا على ما تفكر في دخول السوق الصيني وما نظرتك كاع خويا ماشي ما يمكنش تدخل السوق الصيني
حنايا كنستوردو دابا من الصين، ماشي ما يمكنش تدخل ليه، ممكن تدخل ليه وفيه 100 دار ومليار و600 الناس البشر تبارك الله. حنا حتى دابا كنستوردو من الصين وكنصيفطو للامريكان وكنصيفطو لكندا وفرنسا، هادشي اللي كاين. ما اما ندخلو ليه هو، وكما قلت راه في لو موا دوز ناوي نسد هاد البروفيل، ناوي نفهمشي نقابل امازون 100%. نزيد نتعمق فيه بيان سور، السبنا راني باقي فيه، التيم ديالي باقيين خدامين. وناوي نمشي للاشين، ما بغيتش نبقى ديك العلاقه اللي في علي بابا بوانكوم يوميا يوميا حالين علي بابا كنيكوسيو معاهم كندوو معاهم، ما بغيتش العلاقه تبقى هكا. باغي نمشي نشوف هاد الناس هادو واش عندهم شي، نشوف هادوك الناس اللي مشيت فهمتي، نمشي نشوفهم كي دايرين كي عايشين. خويا سي عندنا واحد الشركه تسوق المنتجات التقليديه عند سميت مراكش عبر الانترنت والويب سايت، وحنا جداد في السوق وما عندناش الامكانيات الكبيره باش ندير اشهار في الانترنت باش تنصحنا. وكنصحك باش دير اشهار في الانترنت، لان الاشهار في الانترنت كتير ما عنديش الامكانيات. الاشهار في الانترنت الا مشيتي تارجت بغيتي دير فيسبوك ادز راه ممكن تبداي بدولار، ولكن تحت البيجي ديال 5 دولار. وكاين الاخوان اللي حاط بداو شوبيفاي ب 5 دولار في النهار وداروا العشب، دونك حتى انت راه كتبيع اونلاين. دونك تمشي دير شوبيفاي، غادي دير تكات السيت ديالك ديال الاي كوميرس في شوبيفاي، وغادي دير بيجي ديال 5 دولار في النهار اللي هي 50 درهم، اللي هي 1500 درهم في الشهر. وبما ان اخوان انتم شركه راه تكون 1500 درهم، ما كانش راه جيت انت وجوج صحابك اللي شركه ولا انت وجوج صحابك اللي شركه، غادي تجمعوا ديك 1500 درهم ديال الشهر هادي ديرها في فيسبوك ادز. وما كايناش اخويا شي شركه في العالم، ما كايناش شي شركه في العالم اللي غادي تنجح بلا بيجي ديال الماركتينغ، لان اي شركه ملي كدوي على شركه كدوي على بيجي ديال الماركتينغ. فيسبوك عنده 90% ديال البيجي ديالو ديال الماركتينغ. عاد كاين الابحاث اش بدا نقول فيسبوك ملي الله بدا لي ستارت اب، ملي كانت فيسبوك ستارت اب. اي ستارت اب في العالم الله باديه، اذا مشيتي ديتي لهم وقلتي لهم بغينا نخسروا 90% ما بين الموظفين والبيرو كدا، تقول لك لا الطلب ديالك مرفوض ما يمكنش ندعم. ولكن مشيتي ديتي شي الا مشيتي ديتي شي دوموند ديال باغي محتاج انفستيسمون، مشيتي ديتي وحطيتي لهم قدامهم وقلتي لهم بلي راه 85% ولا 90% راه غادي نخسروه في اش كيتسمى في الاشهارات في الماركتينغ، غادي يقول لك هذا تيبان ليا بعقله، هذا تيبان ليا ممكن انفيستيو معاه. لان راه ما كاينش الاخوان شي حاجه كتنجح بلا ماركتينغ، لان راه ماكدونالد راه ماشي هو احسن برجر في العالم، ولكن راه هو اكثر برجر كيتباع في العالم باش نتفاهموا. وراه ماشي زعما عندهم السحر في البرجر، عندهم السحر في الماركتينغ، بلا ماركتينغ ما كاين حتى حاجه. دونك اخويا غادي تفكر في واحد الفيديو ديال الماركتينغ، كدوي على شركه، كدوي على تعاونيه، كدوي على اي حاجه، واحد الفيديو ديال الماركتينغ مهم. وراه مثلا كيجي كيخسر في بروجي 100، كاينين هاد الامثله، كيجي في بروجي تيخسر 100 مليون وكيكونتاكتيني تقول لي اخويا سيمو حلينا واحد كدا 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 هنا في مراكش، وراه بغيناك تعاون معنا في الاشهار. تنقول له اوكي ماشي مشكل، نقول لك كيفاش دير كومبين. لا اخويا سيمو بغيناك ديرها لنا انت. اوكي ماشي مشكل نقادها لك، ولكن راه لاكارت كريدي خاص تحط ديالك في الكونت ديالك ديال الفيسبوك باش نخدم لك. لا الله يحفظك كيفاش راه انا دونك غادي نصرف من جيبي. تعاون معنا في هاد البتجاه. اش عاود معايا من الاول شحال خسرتوا بهاد البروجي؟ واه راه خسرنا بزاف صراحه. اوكي عاود معايا شحال خسرت؟ خسرنا جايه لشي 160 مليون. اوكي وعلاش ما تخسرش 120 وتخلي 40 البيجي ديال الماركتينغ في الجرائد في شحال من حاجه باش يعرفوك الناس راك كاين. ايوا راه ما درناش حسن. لا خويا ما كاينش شي بروجي، كاين شي بروجي في العالم خاصك تبداه وانت ما دايرش الحساب البيجي ديال البيجي ديال الماركتينغ هو الاول، وخاص يكون هو الكبير. خويا سيمو انا عندي مع البروغراماسيون وباغي نخدم فريلانسر، ماشي موتيفاسيون ونصائح الله يرحم لك الوالدين. خويا ننصحك الناس ديال البروغراماسيون والديزاين كدا اللي عزيز عليه باغي يخدم فريلانسر، مزيان انك تخدم فريلانسر في لو ديبي مزيان. غادي تعلم بزاف، غادي دير علاقات بزاف ديال الحوايج، واجد تمشي لفريلانسر بوان كوم ولا اي سيت الفريلانسينغ. ولكن كنصحك فريلانسر بوان كوم، لان فريلانسر بوان كوم مشى بعيد من نازا ولات كتحط دي بروجي ديالها في فريلانسر. غادي تدخل تمايا، غتبقى تبوستولي، غتبقى تصيفط مثلا انت تلقى بروجي تقدر تخدمهم
متاكد راك تخدم صفت ثلاثه الناس في النار ثلاثه في النار ما راك ما تقولش لي باغي نصيفط 12 واحد ثلاثه في النار ولكن ملي كتصيفطهم كتحط داكشي كتخدم فهمتي بواحد النيه صادقه كتحط داك الثمن اللي فريمون شي بالك انت مسلك باش تقاد وكونتاكتي هذاك تخلي ليه شي ميساج ديال راه الا في حاله شتي هذا ولا كتب ليه تمايا راه عطيه دي ديتاي على داك البروجي كيفاش غادي تخدمه وخايف داك الكومونتير تكون تحت البروجي هذا البروجي هذا راه ساهل تيبان ليا حنا ممكن نديروه وها كيفاش 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 ولا بغيتي باقي التفاصيل كونتاكتيني ياك ديرها مع ثلاثه ديال الناس في النهار يعني هادي ديرها مع 90 واحد في الشهر يعني راه 90 واحد في الشهر جو سوي سور راك غادي تاكسبتا الا ما واخا تكون منحوس واخا تكون اللي كنتي غادي تاكسبتا من واحد وجو سوي سور غادي تاكسبتا اكثر من واحد والاخوان راه كلشي ديما علاش كندوي على ثلاثه في النهار وتندوي على شي حاجه قليله في النهار والمداومه لان اهم حاجه في النجاح هي الاستمراريه لان مثلا نعطيك مثال كيفاش كنت تعلم الطيرونديه هو الصباح وانا جاي قبل ما ندير هذا اللايف هذا كنطلق واحد لابليكاسيون سميتها نيمو ان او ام او كنطلقها ومبروغراميها هي كتقول لك نعلمك خمسه الكلمات كل نهار انا اش دير ليها مشيت للسيتينغز قلت لها لا 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 انا علميني ثلاثه الكلمات كل نهار ودابا راه الحمد لله غادي افونسي مزيان باغي نتعلم انا ثلاثه الكلمات هي كتقول لك هي بيان سور مراعيه الحجم ديال العقل ديال الانسان كتقول لها اجي نعلمك انا خمسة ما عقلتش خمسة ولا ثمانية ديال الكلمات كل نهار لا علميني ثلاثة إلا تعلمتي ثلاثة الكلمات كل نهار غادي يدوز شهر غادي تلقى عندي 90 كلمة غادي تدوز شهرين تلقى عندي 180 كلمة دابا ملي كندوي معاك من الصباح غادي تلقاني ما فاتش 180 كلمة باش كنتعامل معاك أخويا سيمو بغيت نبيع دي برودوي في أمازون فرنسا خاصني ندير الكونت في أمازون ديال فرنسا إلي برودوي نرسلهم من هنا ولا فرنسا اخويا غادي تحل الكونط في امازون ديال فرنسا ديال لا فرنسا ياك ملي غادي تحل الكونط غادي تصيفط السلعه منين ما صيفطتها في العالم ما كيهمش منين كيهم هو ان ديك الورقه اللي غادي تطبع تعطوها لك الطبعات تلصقها على الكرتونه تطبعها وتلصقها على الكرتونه صيفط السلعه ديالك من الشينوا الا خديتها من شي واحد في الشينوا صيفط السلعه ديالك من المغرب صيفط السلعه ديالك من تايوان ما كيهمش المهم هو توكل على الله وجرب البرودوي ديالك في السوق الفرنسي فاش كتبيع في امازون كتخلص ضرائب اخويا على حسب فهمتي على حسب الا كنتي دير الكونت بيرسونيل ديالك في المغرب راه باقي ما حتى ما كاينش ضرائب كاين داك النظام المقاول الداتا تخلص واحد لا 2% الا فمحتك باقي نازل على واحد الشيفر ما عقلتش على داك الشيء كيفاش في حاله واش خدمات ولا سلعه واش كتبيع السلعه ولا تتبيع الخدمات الا كتبيع الخدمات شي 50 مليون كتبيع السلعه شي 25 مليون ما عقلتش على شي حاجه بحال هكا عندك الا كنتي كتبيع السلعه 1% كنتي كتبيع الخدمات تخلص 2% 1% الاخوان 2% راه ما ضريبه ما والو راه الدوله دايره بغيت المزيان مع بنادم يعني راه الا مشيتي لامريكا راه تخلص 35% وما يتشرحموك حال سوسيتي في الميريكان غتخلص الضرائب في ميريكان وحاليا امازون راه فهمتي ولاو ما كاين ولاو على حسب ما قالوا لي شي اخوان ما يكونش يمشي يجرب قالوا لي راه ما قبلش ليا بايونير واحد جوج اخوان قال لي راه ما قبلش ليا الكونت ديال بايونير مي ما كنظنش خاصو يقبل لك الكونت ديال بايونير خدم كونت بيرسونيل عادي وراه داكشي اللي غادي تخليك المغرب راه تخلص عليه هادشي الا مشيتي ديكلاريتي لحد دابا الدوله باقي ما دايراش لحد دابا الدوله باقي ما بداتش كتلوي البنادمين تجي وتنزل عليه بالطارو بالضريبي حتى دابا باقي هادشي ما كاينش الدوله دايره بوت مزيان مع المواطن خاص شي جميل خاص تعترف به كنت في فرنسا راه غادي يتابعوا اجي تتابعوك تجو معاك حتى تجو لك في الاخر تلعب 70% هي اللي فرنسا كتجي تسول اي انفستيسور فرنسا غادي يقول لك لا حيدت كاع الضرائب كاملين في الاخر غادي تمشي ليه 70% وكتبقى ليه 30 مشيتي لامريكان باغي امريكان مزيانه غتبقى تحيد لك في الاخر تلقى محيد لك 35% غادي الضريبه فهمتي الضريبه على المداخل 35% غادي تتال المغرب راه باقي كدوي في 1-2% ما حدك مقاول ذاتي ما حدك باقي ماشي شركه خويا سيمون شري شي حاجه من علي بابا مثلا $2 كل بائع صيفطها ليا بواحد بالوحده شحال غادي نخلصو في الشيبين وشحال ديال الوقت غادي يوصل للمستهلك
علي بابا خويا الا بغيتي تشري بالوحده بالوحده سير لعلي اكسبريس ماشي علي بابا لان الا بغيتي علي بابا علي بابا الناس تسول تما تدوي بالشمله يعني كدوي بالكثره يا خاص تمشي لعلي علي اكسبريس سير بلاصه تيقول لك شحال هادي صيفط لك وشحال الطوطال ديال بياسه وحده وواحد الدوله وين وين لا باش باغي تصيفط قلتي ليه دخلتي الداشر راه تيقول لك شحال دخلتي فيديكس تيقول لك شحال دخلتي الشركات المهم كاينه يو بي اس كاينه سميتو البريد العادي شحال راك طري البريد العادي ما كيزيد عليك والو كنتي باش تصيفط لشي دوله ملي كتقول لهم الباكيت تيقول لك زيد شويه ولا ما تزيدش بلا ولا بيه ولا سيلر ولا بائع شنو كيدير انت الاخسر علي اكسبريس هادي هي النصيحه اللي ممكن نقول لك بغيت تشري بالوحده سير علي اكسبريس خاي سيمو في الاخر اللايف ورينا الجزيره الله يحفظك شوفوا حتى حنا الطبيعه خا ها هي الجزيره اليوم البحر نازل شفتي البحر اليوم ديما هنا في كنت بعض اللايف درتها هكا شفتي درتها هكا جات لقاي الحجر هنا الكورنيش هذا طوال هكا هذا هو الكورنيش هنايا وباقي الكماله ديالو هنايا والبحر كيما شي بالك اليوم راه نازل راه الماء تيجي تطلع الماء تيجي تطلع حتى الماء تيجي تطلع حتى تقرب يوصل واليوم راه نازل بزاف ما كاينش كاع مشارج شنار وراه خاي الا بغيتي تشوف الجزيره راه عطى الله لي فيديو اللي كنبارطاجيو تمشي للشان تمشي للشانيل ديال سيمو لايف في يوتيوب راه غادي تلقى تلقى بزاف ديال لي فيديو من واحد الرحله كنا درناها انا وصد رزاق خاي سيمو اللي يقول لك كيفاش نحصل على مقالات حصريه للموقع ادسنس خويا باش تحصل على مقالات حصريه هو تمشي تكتبها هذه هي الطريقه الوحيده باش تحصل على مقالات حصريه اما داكشي تاع سباينر وداكشي لا شوف باش تقول لي وراه غادي تقام عليا غاليه ما تقام عليك لا غاليه لا والو غتحتاج مثلا انا كنت كتبت هاد المقاله ديال 100 200 كلمه باش شي تعريف ديال شي برودوي راه ما يجيش فوت الدولار جوج كنت كتحتاج مقاله فيها 500 كلمه راه ما تفوتش فيها 5 دولار علما ان الا قلبتي فايفر مزيان راه غتلقى اللي غادي يكتب لك جوج ديال المقالات سميت تعامل مع هادو وتكتب مقالات حصريات ديالك ولا هادي دير كوبي كولي ولا ديك تسبايني ولا ديك الروينه وفي الاخر هادي الطبان هو يصدق ندمان على كاع فهمتي شي فلوس دخلتيهم مشاو ليك وصدقتي خاسر بزاف مثلا نفترضوا انك كنتي انت بغيتي تبقى تصرف غير 5 دولار في النهار على جوج ديال المقالات وكنتي بغيتي تبقى تدخل في النهار مثلا 10 دولار كنت تخسر 5 دولار فضربتي حتى لخرج الشهر كانت عندك واحد 300 دولار كتسنى تشده وفي الاخر ويزد لك الكونت دونك لانك ما كنتش كتبغي تخسر ديك ال 5 دولار كنتي كتفهمتي تقول دايا بلاش ما نخسرها ندير غير هاكا هاكا انا دبرت على مقاله وهاني خدام في الاخر ملي تيسد لك ديك 300 دولار انا ما بقيتيش شديتيها شي كندوي على فلوس صغيره 300 دولار ما بقيتيش شديتيها وشكون اللي في الاخر خاسر نتايا الكونت ديال ادسنس مشى دونك السميه ديالك اللي بغيتي تستعملها في الفيوتشر في ادسنس خاصك ولا بغيتي تخلوات وتزيد شي حرف تنقص حرف وتغير لادريسا وداك الشيء اللهم اخويا خدم خدم الواحد يخدم وشوف بعيد الا بغيت نشري اون غرو من شي من السيت اي دوله وبغيت نسول نوصلها لامازون ديال دوله اخرى زعما من دوله لدوله بلا ما نوقف على داكشي ممكن واخويا بيان سور بلا ما توقف على داكشي على حنا كنشوفنا كنوقفوا على داكشي راه مشى داك الزمان ديال توقف على داكشي الا في حاله لا بغيتي بغيتي فهمتي فريمون توقف على داكشي ممكن تريكريتي شي شركه كيتسماو الكواليتي تشيكين كومباني يعني كيمشيو كيتشيكيو الكاليتي في بلاصتك انت بيان سور تفهمتي مع ديك الشركه في الاول في الصين على شي كاليتي وابخي شركه اخرى كتمشي كتفيريفي الكاليتي واش هي هادي صافي ما تحتاجش تمشي توقف ما بقاتش الناس كتمشي توقف رغم ان فهمتي بعض الحالات كينصح انك تمشي توقف ولكن ما فهمتي ما محت خدام صغير كتشري مثلا واحد مليون جوج حتى 10 مليون السلعه نقولوا كاع حتى 20 مليون السلعه ماشي مشكل ولكن في حالة كنتي باغي تشري مثلا شي 100 مليون ديال السلعه سميو تخسر واحد المليون ديال الطياره باش ديبلاصا من المغرب للصين تشوف شنو طاري وترجع ما فيها باس لان راه 100 مليون السلعه
دابا خاصك تقطع عاوتاني في شي كوموند كبيره. سي ميو تمشي توقف تشوف راه شطاري تفيريفي السلعه ديالك بيد تيك قبل ما تصيفطها للامريكان ولا تصيفطها لاي دوله اخرى. واش كتعرف برنامج بويلد بوكس صناعه الالعاب واش بان لك فيه؟ خويا خدام هادشي اللي نقول لك اش بان ليا فيه خدام وما نحتاجش نقول عليه انا خدام لانه هو مبرهن على راسو راه شحال من لعبه من هذوك الالعاب اللي تقادو بويلد بوكس تكلاصاو في التوب 100 كانوا طالعين في شكي تسمى في الاب ستور كانوا طالعين في الاب ستور كي اللي طلعوا في التوب 10 كاين اللي دازو في الفيتشر يعني هادو اللي ديال يعني اللي ناصحه بهم مثلا ابل تيليشارجيهم اليوم يعني اخاي اللي شوف اللي يجي يمشي يخدم بويلد بوكس غادي يمشي بعيد ولا يجي يمشي يخدم السيوا غادي يدير فيها راسو غادي يمشي بعيد ولا يجي يدير السيبا غادي يمشي بعيد ولا يجي يدير ادسنس عاد تندوي على الدراري صحابي غادي يمشي بعيد لان تنعرف الدراري صحابي يشوفوا ادسنس بعيد ولا يجي يمشي يخدم ما شنو انستغرام وركزي في انستغرام بحال محمد الجحيا غادي يمشي بعيد ولا يجي يمشي يخدم غير ريسكين وبغي يجمع به فلوس باش يدوز لشي حاجه اخرى غادي يمشي بعيد واللي بغى يدير شي حاجه وركز فيها وجلس كيحفر فيها يوميا 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 غادي يمشي بعيد واللي كيسول بزاف غادي يبقى ديما كيسول وغادي يبقاو الناس كيبانوا ليه داز هذا تبعوا فلان داز الاخر حتى هو داز الاخر حتى هو داز وتبقى جالس بلاصتك ماشي عليك الاخ على اي اخ فهمتي تردد هو اخي بحاجه انا نتمنى اني مثلا نقول هاد الطريق ولا هاد الطريق ونمشي في هاد الطريق غادي نفشل ونرجع ونمشي في الطريق الاخرى ولا هادي تضرب عام وانا باقي كنقول هاد الطريق ولا هاد الطريق هاد الطريق ولا هاد الطريق نقدر نمشي في ديك الطريق تخرجني نقدر ما خرجتنيش غادي نرجع ونمشي في الطريق الاخرى اللهم هكا ولا هادي نبقى عام وانا جالس لان شحال من اخ كنتفارق معاه موت تا وكنرجع اخاي والله الا راه كنقول نبدا ولكن الوليدات ولكن المراه ولكن فهمتي وصراحه باقي كنفكر واش ندير هادي من ديك المره ملي خليتيني كنفكر واش ندير هادي ولا هادي فاك على كتفكر واش دير هادي ولا هادي كون درتي عشرات الحوايج ماشي غير هاد الشوجه هادو كون درتي عشرات الحوايج في هاد العام هذا اللي خليت خويا سيمو واش غادي خصني ترخيص لداك الشيء المأكولات اللي قلتي البارحه بغيت نبيع الزعفران في امازون وي اخويا اي حاجه كتكال في ميريكان الا بغيتي شي حاجه تبيع شي حاجه كتكال في ميريكان الدول الاخرى ما عارفش القانون تدويك على ميريكان هي اللي عارف خصك واحد الرخصه من فود اند دراغ ادمنستريشن كتسمى الاف دي اي خصك ولا بد لان الحاجه اللي كتكال فيها صعوبه يقدر انت دير شي سم ماشي انت ديرو ما اخا ملي كتكون اي حاجه في البرودكشن في التصنيع يقدر يكون في ديك البروسيدور ديال التصنيع طرا شي مشكل مثلا تسرب شي غاز داك لوزين فهمتي خاص ولا بد هما تيخافوا على داكشي اللي كياكلوا الناس فهمتي تيخافوا على الناس ديالهم بزاف ولا بد تي خاصه ديك الفود اند اللي في الدي اي السيرتيفيكات ديال اللي في الدي اي من الفود اند تراك ادمنستريشن ممكنه جد ممكنه كما دارها 70000 واحد ممكن ديرها حتى انت مي اللي كننصح ان الاخوان ما يبداوش بسميتو ما تبداش بالسطاج ديال الوحش فهمتي بحال اللي قلتي بغيتي تجي سوبر ماريو وانا نحطك في السطاج ديال الله فاهم عادي تلعب مع عادي تخسر ولكن الا جيتي من السطاج الاول يلاه متلوق لك هذا كتجي تنقز فوق منه والله كتفهم باللي هادي الفلوس كيتكالوا هادي كذا فهمتي الله كتفهم بدا من شي سطاج اخر بدا شي حاجه قل من السكين قل من الجلده يعني شي حاجه اللي كتحط على الجلد حتى هي عندها رخص ديالها بدا شي حاجه بحال هكا لعبه ديال الدراري الصغار ما عليها لا رخصه لا والو بحالاش اخر ستيلو نظارات شي لعيبه كتلبس ساعه السبور كيزامع الواحد كيحط فيها قرعه الماء شي ساك صغير بحال داك اللي كنت نهز معايا الايام الفايته بدا بشي باك باك السكن ديال الاصفر شي تيشيرت دراي فيت يعني ما تيعرقش يعني ملي كتعرق كيخرج العرق ما تيخليهش لاصق عليك وما تيبقاش شاد العرق عليك عطا الله اخويا غادي تقلب في امازون في كل كاتيجوري غادي تحلي كاتيجوري الاخوان اللي خاصهم فكره على برودوي شنو ممكن تبيع غير غادي تحلي كاتيجوري غادي تدخلها غادي تقول مثلا سبور والاوت دور داكشي اللي غادي تحتاجو انت خارج من الدار غاتكليكي عليها غادي تشوف 70000 فكره ما تجيش تسالي غادي تشوف المبيعات خياليه ديال دي برودوي ما عمرك انت كتظن دي بالك النمبر 1 وبرودوي ما عمرك انت كتظن انه يتباع
رقم جوج هو برودو عمر كان مثلا بحال داك العام باقي عقل كان نمبر 1 هو واحد الصنطه كتلبسها كتحط فيها السوار كتحط فيها التليفون كتحط فيها داكشي اللي خاصك تحط مي ما بيناش فهمتي ما بيناش ماشي بحال دوك اللي كتحط قدام كرشك لا هادو ممكن تحط اللور ممكن تحط لقدام يعني ما كتكونش باين داكشي اللي هاز وكتمشي كتجري عادي كتبقى داكشي راسك ما كتحش بيه وكتمشي كتجري لان ملي كتكون كتجري لا كثر ديال الشرطات ما فيهمش الجهاد هادي فكره ديال واحد طاح ليها البرودوي هذا في الراس ممكن تكون انت هو اول واحد تصنع البرودوي عندك شي فكره غادي تكونتاكتي شي شركه في الصين تشرح ليها ورقه واستيلاء تشرح لهم شنو راه ما جيش تحتاج شي كميه كبيره راه نقدر نقول لك بلي يقدر يصنعوا لك برودوي وتاخذ منه مثلا واحد 1000 كوبي والله تخلصهم شي مليون شي برودوي بسيط اللي ما تكلفك حتى دولار و1000 كوبي 1000 دولار راه ماشي على اخوان لا بغيتي تصنع شي منتج في الزمن الحالي تكون مليونير ولا ملياردير ولا خاص تكون جوا بيل جيت ولا الشعبي الله يرحمه لا الاخوان راه الناس بذاتي بشي حاجه بسيطه راه المهم هو خاصك تبدا اي حاجه عندك دابا في الراس شي فكره ديال شي برودوي ما عمر ما بان على الكره الارضيه بغيتي تكادو راه غادي تمشي غادي تحط الفكره يا ماشي لا برودوي هذا ديال ماش كيبان ديال مثلا داك ديال التليفون كتلصقو في الحيط ولا كتلصقو في الطوموبيل ولا كتلصقو فين ما بغيتي تلصقو وتخلي صورك كل مره كتبان فكره كل مره كتبان فكره الناس كتشد ديك الفكره كتصيفطها لشركات في الصين كيكادوها كتشد البرودكت كتحطها في امازون كتدوز للفيسبوك كتجي اللي عامله اعلانيه كتضرب شلا مبيعات الناس راه خدامه المهم طلعت في برنامج الكلمات المفتاحيه ونسبه وبالنسبه للمنافسه الكلمات الطويله تكون فابور خو والله ما عرفت فابور نكتب عليك قلت لك شي حاجه لونغ تايل برو لونغ تايل برو هاي هو اللي فهمتي كنخدمو به مي شي حاجه اخرى ما والله ما عرفتش ما نقول لان كل اللي لقيناه كنا نخدمو به نيت حنايا ما تيبان ليا كيستاهل داك الانفستيسمون وانت اخويا راك ما محتاجوش انت راك ما محتاجوش حياتك كامله ما تحتاجوش شهر واحد لك درتي خلص لهم ديك 37 دولار ولا ما عرفتش شحال خلصها لهم حيدها عليك وجلست حط كاع داكشي اللي بغيتي تشارشي عليه من افكار وداكشي داك الشهر جمع كلشي ولا لا جاك غالي تفرض فيه انت وشي واحد ما عرفتش اخويا 37 دولار كاين الناس اللي تجيهم غالية والله يحسن العوان تكون الناس الله باهجية عاجي تفارض انت فين انت وشي اخ هو يخدم به وانت خدم به تفاهموا قول انا ناخذو من 12 ديال الصباح ل 6 د العشية باش ما تحلوش بجوج كونت في دقة واحدة يسد ليكم وانت خذو من 6 د العشية ل 12 د الليل وخدموا به اخويا بجوج وتعاونوا لان اخويا جي نتفاهموا على واحد القضية الاكثر كيقلبوا فابور واش انت فكرتي باللي الا كان فابور هذاك السيد مسكين اللي كسكي بروغرامي شنو هو الربح عنده راه الفابور اللي هو ما عمر ما كيخليك تبدا الفابور ما عمر ما كيخليك تبدا بزاف ديال الحوايج مثلا فوليوم ما كانش تيهرس شحال من واحد كل ما كانش كون كان فابور سي بي في لاب عنده مصاريف محدوده ديفلوبر داكشي على قد الحال فهمتي تيتخلص 297 دولار في العام فوليوم لاش جلس انت ديفلوبر وجا من احسن ديفلوبرز في العالم لان التوفرات عندهم الفلوس الفلوس هي المحرك ديال الابداع فهمتي يقدر تكون مبدع الدرك تاعي ولا بد تخص الفلوس هيا ودابا الحمد لله مابقاش المشكل ديال الفلوس يعني راه اللي عندك فكره مامن بها راه تمشي لشي ايفنت من لي زيفنت ديال الويب ساميت اللي تيكون في ايرلندا وداكشي اللي تلاقى مع ناس معلمين الشكاره جايين كثار باغيين فاش انفيستيو مي راه ما يمكنش تلقى شي تول مجهد فابور شي تول مجهد فابور راه ما كايناش شي خدمه مجهده فابور راه ما كايناش تفرض فيها انت وشي اخ شريه لان دوك الناس راه حتى هما كيديفلوبيو يوميا في داك اللونغ تير برو وعندهم مصاريف حتى هما فهمتي عندهم مصاريف ديال الديفلوبرز عندهم مصاريف ديال البيرو عندهم مصاريف ديال الطو عندهم مصاريف ما يمكنش يحطوا فابور والاخ اللي غادي يحطوا فابور ما يمكنش فهمتي غادي تلقاه كاع الا حطوا شي حاجه قليله عليه وغادي يحطها واحد الشهر ولا شهرين وابقى غادي دير جوجل شي ابديت وما يبقاش هو خدام لانه هو راه ما مساليش يبقى شي ابديت لعباد الله خايسيمو باش نبيع في امازون نقدر نستعمل بطاقه في الطيارات ديال نيتلر
خويا ممكن تخلص، ممكن تخلص بطاقه في ترا ديال النت، راه تخلص التكاليف الشهريه، ولكن ماشي هو هذا المشكل. المشكل هو كيفاش انت غادي تخلص، كيفاش انت غادي تخلص، لانه ما تيقبلوا لي كونت في امريكا، ما فاش كيخلص امازون هذا يو اس اي، كيقبلوا لي كونت في امريكا وما فاش كيخلص. عندي منتجات ديال التشميل وبغيت نبدا نسوقهم، سوقهم في الويب، واش غايخصوني شي وراق علما ان السطوك عندي في الدار؟ شي فكره اخويا. بحال اللي مشيت تحطهم في امازون غادي يكونوا اسئله بحال بغينا لاناليز ديال مثلا افترض ما تقولش لي منتج، شي منتج واحد ندوي لك انا على منتج واحد، وداك الشيء اللي غادي نقول لك على منتج غادي تطبقوا على جوج وتطبقوا على ثلاثه، هو علاش مش خرجات غبره حتى غبره جوج تخرج دقه وحده للشبعه ديالك. قلت لك اخويا هادشي اللي غادي نقول لك على منتج هو اللي خدام على جوج، هو اللي خدام على 10، يعني غادي تمشي مثلا تحط عندهم منتج، هما اوتوماتيكمون غادي تحطو في الكاتيجوري ديال البيوتي، الكاتيجوري ديال التجميل ما كيدوزوش فيها المنتجات ديريكت، ولا بد كيكونتاكتي وتيقول لك اجي نفيريفيو معك، غادي يطلبوا لك شي وراق خاص تصيفطهم لهم. مثلا تقول لك عطيني لاناليز ديال شي مختبر خاص ديال داك المنتج اللي باغي تبيع، بيان سور انت خاصك ديال شي مختبر ويديروا لي زاناليز ويعطوهم لك. غادي يقول لك مثلا على حساب المنتج، وما يقدروا يطلبوا لك شي واش الا كنتي تستعمل على الشلده كنتي تستعمل على العين، المهم هما راه غادي يصيفطوا لك شنو واش المنتج ديالك ولا ماشي ديالك. الا كنتي انت اللي كتصنع غادي يدوزوا لك لا بروسيدور بسهوله، كنتي انت اللي ماشي كتصنع، انت هي كتشري من عند شي واحد باش تعاود تبيع، غادي يقول لك صيفطنا لي فاكتور ديال شريتي من عنده، شحال الكميه اللي شريتي من عنده، وصيفطنا الترخيص باللي هو سامح لك تبيع. فهمتي؟ المهم انت يسر حط البرودوي ديالك في الكاتيجوري ديال البيوتي ديال التجميل، وراه غادي تبدا البروسيدور ديال يكونتاكتيوك ايميل في ايميل في ايميل، ايميل تجاوب في ايميل تجاوب في ايميل تجاوب، كما بالمناسبه كان طرا ليا في اركان في ايميل جاوب عليه في ايميل جاوب عليه في ايميل جاوب عليه حتى تاكسبتو لك البرودوي. السلام خاصي، المهم غتبدا الباج من اي امتى غتبدا الباج من اين ابدا وشكرا. ما فهمتش اخويا، سيمون سمعت هاد الكونت اي بي ديالك صيفط لي مرتك او كونتاكت الا كان ممكن. بغيت نسولك على منتوجات ديال وا انا ريج بيت عيب والله مش خرجت تخرج دقه واحد المنتوجات ديال تبييض الاسنان واش يحتاجوا رخصه. وي اخويا المنتجات ديال تبييض الاسنان حتى هما تيحتاجوا رخصه، لان راه عرفتي راه مشيتي تدوي على الجلده، مشيتي كدوي شوف اي حاجه كتقيس الجلده، اي حاجه كتقيس الجلده واي حاجه فهمتي تيخصها ولا بد حتى ملي تمشي تحطها في ديك الكاتيجوري ديال البيوتي في امازون راه غادي كونتاكتي وكتقول لك شنو خاص. البرودويات اللي مسموحين كيدوزو ديريكت هو غادي تمشي. راه شوف دابا حنا باقيين كندوي على كاتيجوري وحده من الصباح، هي البيوتي التجميل هي اللي فيها صعوبه باش تدوز لها، هي وداكشي الماكله هاد الجوج هادو هما اللي فيهم صعوبه، وداكشي الاخر الاخوان راه بقات 99% ديال لي برودوي باقا في الجهه الاخرى. غير نقول لك اش كيطرى للعقل ديال الواحد، تلقى مثلا دابا من الصباح كندوي على دوينا على اركان دوينا على كذا، تيولي العقل كيمشي لهاد الاتجاه هذا. حل كما قلت حلوا لي كاتيجوري ديال امازون. اخوان بعداك واحد القضيه لحطها بزاف، شفت كاع الاسئله، شفت كاع الاسئله اليوم اللي كطيح لهم عيني على امازون امازون واش صاي قلت انا غادي نرحل الامازون غادي كلشي غادي نرحل الامازون. فاك صاحبي ماشي هو هذا التفكير ديال الشخص السليم فهمت. بحال واحد الاخ البارح بالمناسبه قال لي راه انت ما بقيتيش قدرتي تخدم السي بي ا لان كاينه المنافسه، وكيفاش حنا اللي ما عندناش اكسبيرونس نخدموا السي بي ا؟ لا خويا ماشي ما قدرتش باقي نخدم السي بي ا، السي بي ا باقي فيه ما يدار. انا كنفكر المستقبل يكون عندي ولد مثلا مريح حدايا وتشوفنا شنو خدام، ما باغيش يشوفني خدام في السي بي ا، لان فهمتي كما قلت واش اجي يبان ليه كان قد باج ديال مثلا ديال ولا كندوي مع في شي واحد في التيم ماشي قد باج ديال الموبايل ديالك راه ضربوه سته الفيروسات وراه كاع التصاور ديالك غادي يتسربوا، كلشي غادي يتسرب والارقام غادي تسرب والسيم غادي تخسر
ولا ما بغيتش هادشي طرا خاصك تيليشارجي هاد لونتي فيروس باش هو نخليه تيليشارجي داك لونتي فيروس باش انا نربح دولار. انت باقي الله باجي باقي تخدم دير هادشي. علاش لا يجي منعك؟ انا بالنسبه ليا فهمتي هادشي ولا تيبان ليا حرام، هو بالنسبه ليا حتى هو ارهاب فهمتي، باش تطرا بالاخر باش مسكين انستالي لابليكاسيون باش انت تاخذ داك الدولار. انا بالنسبه ليا ما بقاش مسلكني هادشي، انا الحمد لله عندي باش نعيش حياتي كامله، ما بقيتش محتاج نفكر فهمتي في الفلوس خدا ولا بعدو. دابا كنفكر في شي حاجه فهمتي، شي خدام امازون الحمد لله. كما قلت البارح لقيت واحد السورس اخر ديال لينكوم ديال الفلوس اللي انا مرتاح فيه، اللي انا عارفه حلال 100%. اللي كنشري سلعه من الصين ولا من المغرب بحال اركان ولا كذا، كنصيفطها للامريكان، كنصيفطها سميتو كنبيعو كنشريو وكناخذ فلوسي. مين تابقي سي بي ا باقي فيه ميدار سي بي ا الفلوس غاده فهمتي غاده تطلع بواحد الطريقه خياليه من هنا حتى 2020، ومن 2020 تقدر تكمل. مي المهم التنبؤات اللي عند الناس هي 5 سنين الجايه، من 2015 كانوا تيقولوا 5 سنين الجايه، لان ما كاينش واحد يتنبأ لك اكثر من 5 سنين. شحال هادي كانوا كيقول لك 2014 ولا كذا، ديال نقز الموبايل على الديسكتوب فعلا طرات وطرات قبل كاع. اجي وليو الناس كتستعمل الموبايل اكثر ما كتستعمل الديسكتوب. تنبؤ جا صحيح، يعني ما فهمتش باقي في السبعة ميدار. بالنسبه للاخوان لا الله باتي راه تبدا في امازون راه ما ساهلش، لا الله باغي تبدا غادي خصك راس المال. مثلا نفترضوا انك الاخ فكرتي مثلا تجي تنافس في اركان، رغم اني ما ننصحكش تنافس في اركان، لان اركان ملي تحلوها تلقى اصعب منافسه. قدرتي تلقى اميزينغ سيلينغ ماشين فابور، هي كدير 5000 دولار الدورة، هادي اميزينغ سيلينغ ماشين، قدرتي تلقاها فابور غادي تسمعو تيقول لك ما تنافسش على هاد البرودوي. وكيقول حتى اركان، لان اركان فيه منافسه كثيره. انا خسرت في لو ديبي، مي ابوليت كنرد فلوسي، مي تعلمت اني ملي نفس على برودوي صعيب دونك ممكن نفس على برودوي ساهل. مي مثلا نفترضوا ان جيتي باغي تشري شتي باغي تشري 1000 قرعه ديال اركان، شتي بغيتي تبدا بغيتي تبدا مثلا غير ب 100، نفترضوا حنا مشاوي الساهل، بغيتي تبدا ب 100 قرعه ديال المليليتر، ولقيتي شي فورنيسور اللي تفاهم معاك بثمن مزيان، واخا الثمن هذا صعيب تلقى، قالت لك كل قرعه ديال 100 مليليتر كدير لك ب 40 درهم، واخا الثمن صعيب، الناس ديال اركان دابا راه كتسمعني وهي راه عارفه وفاهم، الثمن هذا اللي كنقول صعيب، تقاد قرعه ديال 100 مليليتر تقام عليك بالباكيجينغ بكل شيء بالبراندينغ بالصداع كامل، تقام عليك ب 40 درهم، هي هذه خصك واحد 4000 درهم، ياك، هذه الأولى، غادي تمشي تبغي تصيفطها في الداشيل. غادي بغيت تصيفط لك داك السيد تقول لك واحد 2500 درهم ياك، ها واحد 2500 درهم، زيد عليها شي تكاليف ديال اش كيسميو ترونزيتير وكذا وسميت واحد 700 درهم. المهم انت في لو ديبي تلقى راسك خارج واحد 6500 7000، دير بحساب 7500 درهم. تيبان لي واحد الاخ اللي هاد الله تيبغي يبدا وتجي تقول ليه باغي غير يجرب هذا اركان، باغي غير يجرب هذا البرودوي هذا، باغي يلاه يبدا غير يجرب راه ما يربحش، جوستور ما يربحش، واي اخ من حقه يجير 7000 درهم 7500 وان شاء الله باغي تبدا، باغي تبدا في شي دومين اخر احسن، غتبدا بقل، غتبدا ريسكين، غتبدا ب 29 دولار لي كود لي جروب، غادي تجمع فلوس، ديك الساعه اللي تجي الانفيستيون فين، وديك الساعه ملي غادي تضرب واحد مثلا تولي عندك واحد نقول حنا شي مثال بسيط بصيت تولي تكون عندك واحد 50 مليون في الكون، ديك الساعة دير بحال لا وحشي شي 7500 درهم من الشرجم ديرها بحال لا حجا واحد لا وحشا من الشرجم هاكا، وجرب مع راسك اركان، قول لك ولا جي نشوف الهضره اللي قال السيمو، غنجرب واحد 100 قرعه ديال اركان، نجرب واحد 100 سلسله ديال اليد، نجرب واحد 100 من الحاجه ونشوف اشنو كاين. جوزوي سور غادي تفهم بزاف ديال الدروس، ماشي يعني ماشي معناها انه ملي غادي دير اركان وغادي تخسر فيه راك ما استفدتيش، لا غادي تستافد شي دروس كبيره، تستافد دروس كثيره، يعني ماشي ما كاينش شي حاجه سميتها خساره، كاين شي حاجه سميتها استفاده، غتخرج بواحد الافاده ديال البرودوي ديالك اللي طحت ديال امازون، واحد البروسيدور صعيب وطحت شي منتج ديال التجميل كيتحط على الجلده، من 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 اصعب لي برودوي اللي دوزو، من ثاني اصعب لي برودوي، اصعب لي برودوي هما الماكله، تبعهم شي حاجه ديال التجميل اللي كتحط على الجلد، قدرتي دوز داك البرودوي يعني قدر دوز اي برودوي وهانت غاجي، المهم تكون استفدتي بزاف، ومن هنا تكون جربتي واحد البرودوي.
برودوي منه واحد البرودوي اخر جربتي منه 100 واحد البرودوي اخر جربتي منه 100 هذاك البرودوي يقدر يتمشى هو المهم شوف تخرج بواحد الافاده سيمو خويا شوف لينا حل جوجل بلاي اكونت باش نبدا والله حفظ خويا واحد الاخو اللي كان قال لينا خصكم تاع جوجل بلاي وراه ماجيش في النص الدار تصيفط لي واحد الصديق ديالي ما خويا هو الحاله ديالو صعبه الله يحسن العون انت اخويا راه كون تاع جوجل بلاي راجي تمشي راجي تمشي تجمع عليه شهر راجي تشريه واحسن حاجه هي تجمع عليه شهر وتشريه حسن ما تجي عطي لك شي واحد لان راه عطى لك شي واحد ما جيش ما فهمتي ما جيش تعرف قيمته ولا اجي نقول لك واحد القضيه اللي الاخوان تيخافوا واحد القضيه اللي الاخوان تيخافوا ما عرفتش يخافوا من شوف ملي اجي تبغي تبدا خاصك تعلم التضحيات تضحي بحاجه باش تاخذ حاجه بيع التليفون ديالك دابا باش كدوي معايا بيعو في افيتو بيعو في افيتو شد الفلوس ديالو حل بهم كونت في الشعبي وحطو ودير كارطه ودير الكارطه ديال البنك الشعبي وخلص بها الكونت تاع جوجل بلاي وبدا هاكا حتى حنا بجينا خاص تعلم ما يعطيوكش خاص تعلم تحيد خاص تعلم بلي انا راه دابا عايش في واحد الدوله اخرى بوحدي ما تنعول على حتى واحد ما كنتسنى حتى واحد وما عمرنا غادي نتسنى شي واحد وجي ما معول على راسي وعلى الله خاص تعول على راسك ما تسناش شي واحد يدير لك ما تسناني لا انا لا غير شد التليفون فريمون ولكن تي سيريو يعني ديك اللعبه ديال يا هاجي يا الموت هاكا خاص يكون التفكير ديالك لا باغي تنجح التليفون باش كدوي معايا دابا سير بيعو فاش اجي يفيدني فاك تليفون ديال انا عندي ايفون 6 وانا ما عايش مزيان اجي نمشي نبيع ايفون 6 واجي نشري تليفون عادي واجي نشري الفلوس نمشي ندير بهم شي حاجه حتى راه يولي عندي الفلوس ونقول ديك الساعه اجي معايا ايفون 6 بيع تليفون كاخويا شري به انفيستي حط حل كونت في البنك الشعبي خذ من عندهم كارطه حل بها كونت في جوجل بلاي وبدا راه الا ما تعلمتيش تضحي بحال هكا بحاجه باش تاخذ حاجه اخرى راه ما تجيش تمشي بعيد لان راه ما يمكنش تاخذ كلشي خاص تعلم تحط حاجه باش تاخذ حاجه وراه هذه الفكره هذا الناس اللي كتعلموا كتمشي فيه مزيان وعلاش بالمناسبه الناس ديال الميريكان كتمشي بعيد والناس ديال العرب ما كيمشيوش بعيد لان ديما هو موالف ديك القضيه ديال فابور عايش مع باه ما عمر هذا الشيء تحس به تخرج انا ما حسيتش به تخرج من حدا مالي الدار حوايج كانت تغسلهم لك الوالده بوسلها راسها دابا حوايج راه كنخلص عليهم القليله واحد 4000 6000 ريال في السيمانه باش تغسلو كامل يعني امك كتغسلهم لك فابور الوالد ديالك كان تيوكلك وباقي كيوكلك خاص تحمد الله وتبوس ليه راسو لان راه فهمتي الماكله راه ماش ندوي على التكاليف ديال الماكله شحال كنخلص في السيمانه وشحال كتقام من الماكله في الشهر السكنه راني كاري دونك شهريا كنخلص وقبل ما نخلص شهريا داير مع واحد العقد ديال عام وقبل داك العقد ديال عام تتخلص له واحد 3 شهور تسبيق هادشي انت ما حاسش به باك الحمد لله هو اللي باك الحمد لله هو اللي تيكون هاز هادشي كامل دونك ملي كنكبروا في المغرب وكنكبروا في هاد الظروف الزوينه هادي ديال عائلتك ومتكي على عائلتك ومعول على عائلتك وما كتحملش المسؤوليه كامله وعارف 18 عام غادي توصل غادي يبقاو مسكنينك معاهم و30 عام توصل يبقاو مسكنينك معاهم واللي عنده 36 عام وباقي ساكن معاهم واللي عنده 40 عام وباقي ساكن مع والديه ما كاينش داك التفكير ديال 18 عام الا وحوا لك حوايجك على برا كتكبر عندنا ديك العقليه ديال ديما تتسنى الاخر تتعول عليه ان باك ولفك انك معول عليه يجيب لك الغداء يجيب لك العشاء يجيب لك معول على ديك اللقطه ديال عطيونا الخوت شي حاجه فابور كون كبرتي في ميريكان الاخوان اللي كيقولوا ميريكان خايبه بزاف ما يرحموكش اجي تعرف باللي اقل معلومات تخلص عليها السلام عليكم تخلص عليها توقف اسميتو تخلص عليها تحط الطوموبيله ديالك قسما بالله الا اجي من المسائل اللي كنكره عليها ميريكان الطوموبيله ديالك غادي تحطها تخلص عليها وممنوع تحطها اكثر من نص ساعه فعلا هذا الباركينغ هذا مسموح تحطها وغادي تخلص عليها كل ربع ساعه تخلص عليها 25
0.25 يعني 25 سنت كوارر. واجي جيت هسه ما تفوتش هنا نص ساعه واجي تعيش في واحد ستريس. هذا ماشي الكارتي ديالك، ممنوع تستاسيوني فيه. سول الاخوان اللي عايشين تما وما يقولوا لك. انا باركيت في كارتي ماشي ديالي، بت عند الدري صاحبي الغطي 70 دولار، 70 دولار، 700 درهم، غادي تخلصها. ما كاينش الله يرحم بها الوالدين، الشاف راه سميتو الوالده عيانه اتفكى مع 100 درهم. لا ما كايناش هاد الهضره. هاج ملي كتكبر في ظروف بحال هادو على هادوك الناس كيبانوا لك مشاوب عاد، لان فهمتي ما تطرحموش الظروف. انت دابا جيتي تدوي معايا في اللايف، الله يسهل عليك الله يوفقك، وعندك الظروف باش تجي تعيش واحد السيمانه، ما تجيش تعيش متشرد في الزنقه. وما راه نسبه التشرد والناس اللي عايشه في الزنقه تما في ميريكان كثيره، وجيت تمشي وجيت تشوفها. الناس اللي نعسه في الزنقه في ميريكان اكثر من الناس اللي نعسه في الزنقه في المغرب، باش نتفاهم. والناس اللي عايشه تما تاكد هاد الهضره هادي، ولا تقول هاد السيده عندك، هاد السيده تلقى عليكم تسرح، هاد السيده راه هي طلقه ولا تكذب عليكم. الناس اللي نعسه في الزنقه في ميريكان اكثر من الناس اللي نعسه في الزنقه في المغرب. دونك الاخ الاخوان ماشي هو، ماشي بوحده، الله يوفقه، ماشي بوحده، الاخوان كاملين خاص تعلم داك الفكر ديال التضحيه، فهمتي، ديال تضحي وتقاتل. راه في المغرب لقينا اوضاع زوينه الحمد لله، وديك الاوضاع خرجت علينا، خرجت علينا فريمون اننا ما بقيناش كنتحملوا المسؤوليه. وديك اللعبه ديال رخاء الله ولا بعدو هانيه ولا بعد بعدو هانيه، ما كاينش عندنا شي حياه ديال الضريبه كتجر من جهه والبنك كتجر من جهه وهذا كيجر من جهه، وتبغي تباركي الطوموبيله تجر من جهه. اي حاجه بغيتي دير، اي حاجه بغيتي دير في حياتك غادي يجروا منك الفلوس. ما كاينش عندنا هذا الشيء. تباركي تباركي قسما بالله، واش ترى الناس ديال الامريكان يكدوهم لك. ثلاثه ديال السوايع باركيت في السونتر ديال بوسطن، خرجت قال لي 30 دولار 300 درهم. يعني المغرب تايلاند كاع ما كايناش شي حاجه سميتها تخلص في الباركين، ما كايناش هادي سميتها تخلص في الباركين. المغرب تتخلص 2 درهم مزيانه، تستاسيوني نهار كامل وتجي تخلص 2 درهم مع شي ديال الصابو. دابا راه ولاو حيدوا عاوتاني، كانت القضيه شويه بدات كتقصح، الناس بداو كيحتجوا ما يحيدوا الصابو. المهم الاخوان دوك الظروف ما تخليهاش انك ترخى وتنعس، دوك الظروف استغلها وحمد عليها الله، استغلها وخدم. والله خال هذوك الظروف لا شحال من واحد. هذه السيده امريكان، علاه كنقولها ما كنحملش امريكان نعيش فيها. اما امريكان البيزنس مزيانه، كنحملش امريكان نعيش فيها، وخاصني نمشي كما المره الاخرى سيمانه نخوي. يعني امريكان حيدها من راسك، امريكان ماشي شي حاجه. المره الاخرى سيمانه خويت كندوي مع واحد السيده مستشاره ماليه، كندوي معها تمايا، قالت لي انا جيت من، مشات لي السمية ديال الدولة من جات، من غواتيمالا. قالت لي جيت كنت تمايا عايشة بخير، ديما سكرة يوميا ناشطة، ما خاصني تا خير، تنعس تا الوقيتة اللي بغيت، تندير اللي بغيت. كان عندي طموح اني ندير الفلوس، جيت لهنا الميريكان درت الفلوس، ولكن انعدمت الحياة، مابقاش عندي الوقت لا باش نخرج لا باش ندير حتى حاجة لا باش ننعس. هي كيف ما كنت كننعس في غواتيمالا. قلت لها ما حسن الا رجعتي لذاك الماضي. قالت لي ما كرهتش نرجع لغواتيمالا، ما كرهتش نرجع لغواتيمالا ونحل عينيا اللي راسي هي انا هذيك باقا صغيره، باقي ما تزرفتش في كريدي ديال البنكه في امريكان، باقي ما تزرفتش في كريدي ديال الدار في امريكان، باقي ما تزرفتش في كريدي ديال الطوموبيل. ما عايشاش في هذا الستريس اللي خاصني نوض نخدم يوميا، نوض نخدم يوميا ونتقاتل يوميا في ميريكان على قبل شي حوايج تافه. انا باغا، انا كنطمح هي ننعس ونوض حتى الوقيته اللي بغيت. هاد الحلم هذا ما بقيتش قادر نحققه، لاني خاصني نوض السبعه باش نكون مع الثمانيه في الخدمه. دونك الاخ الا كنتي كتنعس حتى الوقيته اللي بغيتي، الحمد لله كنتي كتجي كتلقى الغدا في الدار، شكر الوالد ديالك. غتقول لي لا دير لنا العداس ولا ديك الشهضره خاوي، ولا دير لنا اللوبيا، اللي جاب لك اللي جاب لك. ماما ما خلاكش تموت سالينا، غتحمد الله وتشكرو وتبوس الراس ديال الوالد ديالك. الوالده ديالكم صبنا لك الحوايج، البيت عندك مقاده. بالنسبه للبيت
البيت هنا كتبغي تنبغون كادو الدار كتعيط لواحد السيرفيس كيجي كيقاد الدار تي كادها فشي ساعة المكانة كيدو 150 درهم اللي هي 500 بات تقريبا ما كايناش شي حاجة فابور وانت الوالدة ديالك كتقاد لك البيت ديالك ثلاث مرات في السيمانة هي القليلة اللي ما كانش كتقادو لك يوميا دونك حسب الا جيتي تخلصها 150 درهم كل مرة فاكر شحال من حاجة تتكون مستفد منها وما حاسش بها شحال من حاجة كتكون عندك وما تتكونش حاس بالقيمة ديالها الاخوان تبارك الله عليكم استغلوا الظروف اللي نتوما فيها استغلوا الظروف اللي نتوما فيها اش اللي نقول لك ما تبقاش ناعس حتى الوقيته اللي قال لك راسك لان تحت لك الفرصه وباك مكالي عليك الدق وامك مكالي عليك الدق استغل داكشي اللي انت فيه وتوكل على الله وفي اقرب مناسبه ننصحك في اقرب مناسبه دير الفلوس تهلا في مالين داركم واحد جوج خوه من حدا مالين داركم لا بغيتي تمشي بعيد في حياتك خوه من حدا مالين داركم لان خاصك تولي تحس بداكشي ديال لا تخوه من حدا ومعاد تحس تحس بالمصبانه وغادي تحس باتفه حاجه بالمقضيه اللي كانت كتجي للدار وانت ما كنتيش كتحس بها خاصك تمشي تقطع للدار غادي تحس بشحال من حاجه ما فهمتي كلشي كلشي غادي تخلصو السكنه اللي كان مسكين باك فابور غادي تخلصها كلشي ما كلشي غادي تخلصو حتى حاجه ما جيت حتى حاجه ما جيت تاخذها فابور وداكشي الحمد لله كانوا موفرين هما كامل فابور ما عمر ما شكرناهم عليه بالمناسبه ما تزاد تكبر فريمون العلاقه تغيرات بعد ما مشيت اول مره عشت على برا بعد على مال الدار ورجعت فهمتي تقول لي دابا يقدر شي واحد يقول لي واش انت اللي كتقول لنا بوس راس باك بوس راس لا انا ملي كنكون في المغرب يقدر نقول لك المينيموم اللي لبستو لهم في النهار نبوس لهم 10 المرات في النهار لان فريمون عاد تعرف القيمه ديال والديك الحقيقيه اما ملي كتكون عايش حداهم وكلشي لاقيه فابور داكشي يقدر كاع تزيد تغوت عليه تقول لي واه باك واش هذا سميتو شادي حياه راه صاحبي راه شري ليه با نيوس وانت شري ليه اي سوينغ يقدر فريمون توصل مع باك لهذا الحوار هذا لان فهمتي مني انايا لاني كنت حمار كما قال البيك على راسو مع باه قال لاني كنت حمار يقدر تكون درتي في باك وانت انا كنت درت في الوالد الله يسمح لي دابا العلاقه مع الوالد مزيانه العلاقه مع الوالد الطب ديال مزيانه مي يقدر تكون درتي فيه لان الخطا ديالك ماشي ديالو علاش صاحبي عنده هادي وانا انت ما قدرتيش توفر لي هادي وعلاش انا كتقول لي هاد الهضره هادي فاكثر انتحر انت اللي خاص دير هاد الشيء راسك اخوان العمل ثم العمل ثم العمل كما قلت قبيلات اي دوره دابا راه غادي راجع للدار وكندوي اي دوره في العالم ما تجيش تعطيك اكثر من 10% 90% الاخرى اللي باقيه كامله خدمه سرا خويا خدم على راسك بغيتي تبدا الريسكين راه غادي تبدا اليوم تبدا خدام راه لقيتي بعداك اللي يقول لك الريسكين حنا راه ما لقيناش في العهد ديالنا حتى حاجه لقيتي لي كود سورس محطوطين فابور انا في العهد ديالنا ما كاين حتى حاجه السي بي ا لقيت واحد الفورماسيون محطوطه اونلاين ماشي ديالي بوحده كاينه ديال واحد السيد سميتو الغونيمي ما عقلتش الاخوان راه يعرفوا هذيك تبو سميتو وكاينه ديال الصديق ديالي هاني حسين لقيت شي ثلاثه ديال الدورات ديال السي بي ا بالعربيه كاينين خاصك تمشي تبدا اشنو اخر بغيتي تبدا ادسنس عندك 70000 مثال واحد مغربي كيربح من ادسنس بغيتي تبدا الريسكين عندك امثله بزاف تتربح من الريسكين مغاربه غادي تلقى حميد ومومان تلقى ياسر وعزيزه تلقى نبيله تلقى حنا في العهد ديالي ما كان حتى واحد بغي نقول لك شي سميه بحال هكا ما نلقاهاش واحد بغيه واحد ما نلقاهاش كتسولني ديما كنقول لك راه كاين واحد في ميريكان دابا راه انت تقول لي كاين واحد في كازا كتقول لي كاينين 10 في كازا ماشي واحد في كازا كتقول لي كاينين 10 في كازا وكاينين واحد خمسه في مراكش وكاين هادو اللي كتعرف انت اما هما اللي ما كتعرفش راه اكثر من هادو اللي كتعرف توكلوا على الله الاخوان وراه كاين ما يدار وتهلاو ليا في راسكم وساعه سعيده الله يعاون ما عندنا اللايف ديال غدا ماستر كارد بانك بوبيلر ما بغاتش تخدم لينا في فيسبوك قاسمو ماستر كارد بانك بوبيلر ما بغاتش تخدم لينا في فيسبوك
خو ما عرفتش كي دايره هي مع فيسبوك، ولكن انا عارف هي انها تخدم لك في جوجل بلاي، لان فتنا خلصنا بها الكونت تاع جوجل بلاي شحال من مره، وكارت وحده راه تحل بها، كارت وحده بالمناسبه راه تحل بها 4 ديال الكونت جوجل بلاي، وكارت وحده جات تحل بها كونت ديال نيتلر، ومن ديك الكارت الوحده في نيتلر كارت وحده ديال البنك الشعبي في نيتلر، غادي تمشي وغادي تشارج الكونت ديال نيتلر، وغادي تجينيري خمسة ديال لي كارت اخرين فيرتوييل غتخدم بهم عاوتاني، وكل كارطه فيرتوييل غتقاد بها 4 ليكم. دونك حسب شحال من كونت دابا، 5 في 4 ها انت عندك 20 كونت، والربعه الاولانيين هي 24 كونت، ها انت اي دابا عندك 24 كونت، وانت علاش وصلك 24 كونت؟ علاش خدم اخويا، خدم ريجل شويه وخدم سميتو، راه تبقى الكونت يتسد لك على شحال. دونك اخويا الا بغيتي اللي بغى يبدا راه يبدا فيسبوك ادز اخويا، ما عرفتش والله ما عنديش حتى ابديت فيسبوك ادز، اللي كنعرف تيسد الناس بزاف فيسبوك ادز ولا معكس بزاف، كما قلت شي جوج سيمانات هذا راه سد لنا لي كونت كاملين 12 كونت اللي عندي سده، ودوينا معاهم مع دور الطوم 12 فهمتي. انا ما نكذبش عليك، انا كنعاني منه وكنخدم، تنحاول شحال من حاجه كنعرف راسي غادي نخدمها وندير بها ارقام كبيره في فيسبوك، وتنقول لا يقدر يسد ليا بلاش، اللهم خلي الكونت محلول، خليني خدامير هكا بلا ما نكسيري، وحيدوا ليا كاع داك الموتور، غادي يقول لي راه داك الموتور ما عرفتش كيفاش تتعامل معاه، حيدوه ليا، اللهم خليني غادي بشويه. الاخوان طلعوا ليا فراسكم، ساعه سعيده، توفيق، شحال دابا من مره قلت لكم طلعوا ليا فراسكم بلا حسن، تنجي نبغي ندير اللايف على 10 ديال الدقائق حتى كنلقى راسي بقيت سرحان. التوفيق للجميع، ساعه سعيده الاخوان، اللي ننصحكم نعس نوض اليوم، دابا انت جيت نعس، لان دابا ما تابع حتى حاجه من غير النعاس، الليل هذا في المغرب عندك راه بدا عندي النهار، اجيت نعس اجيت نوض، كنتي كتقرا سير اخويا لقرايتك، في الليل حاول دير واحد الساعه ولا ساعتين في الليل، ما كنتيش كتقرا، كنتي مريح مع موالين الدار، ساليتي قرايتك، ما لقيتيش خدمه، ما جابش الله خدمه، ريح اخويا ريح، خدم لك 14 16 ساعه في النهار، ما تضيعش وقتك في الشاط، راه حتى واحد من هذوك اللي كيشاطي معاك ما يعطيك شي ريال، حتى واحد ما يعقل عليك في الاخر، نجوك من الاخر. ما تضيعش وقتك في اليوتيوب، تسمع الاغاني اسمع الاغاني وفي نفس الوقت خدم. وكاملين دونتو اللي كيقراو اللي ما كيقراوش، واللي جالسين حدا موالين دارهم، واللي خدامين، الناس اللي خدامين حتى هي في الليل، الا كان شي عجب هذا المجال راه ممكن تخصص ساعه ساعتين وتخدم. الناس اللي فهاد لي كادو كاملين، وتهلا في موالين داركم، كون معاهم مزيان، قدر داكشي اللي كيديروا لك، قدر داكشي اللي كيديروا معاك، وبوس لهم راسهم، وتبارك الله عليكم، وتهلاو ليا فراسكم، بالتوفيق الدراري.